السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي اخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله تصوموا وتعاودوا ان شاء الله عقب العام الجاي. كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك سعيد عليكم مسبقا. تتمنى ان يجي هذا العيد يلقاكم بالسلامة وبالعافية، واش كتمنوا ان شاء الله يا ربي في خاطركم. وشكرا لكم على التعليقات ديالكم، وسمحوا لينا على عبد المرات على الارتباك ديالنا، فاسمحوا لي. اليوم شهوات الدار غدير معكم غير شوربه، ما غاديش دير شي حاجه كثيره، غندير معكم هاد الشوربه، راه كتجي غزاله 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 ما شهيتها لكم. وسمحوا لي على لا فيديو ديال الشوربه ديال القمح، ان شاء الله غادي نعاودها. وكتجي حتى هي فنه ديال هسميتو المفلق، كتجي فنه. هنايا عندي تشيشه، غندخلوا دروك اش كنحتاجو. عندي تشيشه ديال الشعير هنا، هاد الشعير هذا يطحنوا الشعير وكيعزلوا منه هاد التشيشه، راه كتجي غزاله في الحريره. في رمضان ولا غير رمضان كتجي زوينه، مع الصباح تفطروا بها، راه زوينه للوليدات الصغار الكبار، صحيه صحيه مزيان. بينا حنا نمشيو في هاد الاطباق اللي كيكونوا صحيين، من الحلويات دائما وسميتو شويه كتجي قاطعه، كتجي صعيبه مع السكريات. وان شاء الله غادي نقتسم معكم واحد الحليوه ديال العيد، غير دابا باقي عيانه شويه وباقي ما قدرش ايديا تضروني، ما قدرتش باقي ما خدمتهاش، ولو المقادير انا جبتهم عندي السلعه جبتها وباقي ما خدمتهاش. المهم دابا غادي نقطش معكم هاد الحريره ديال القمح، كتجي غزاله، راه ماشي سميتو، ولا كثرتو فيها الحليب راه كتجي فنه. عندنا هنايا زلافه ديال الدشيشه، هاد الزلافه ما ندخلوهاش كاملها، زلافه ديال الدشيشه الغليظه هادي راه غليظه شويه، هانتوما كيف كتشوفوها راه زوينه منقيه، شجبتها ونقيتها مزيان. انا ملي كنجيبها من عند مول حانوت ولا الا طحنت، كنشدها وكنغسلها وكنسرحها في شي بلاطو حتى تتنشف ليا وتنجمعها. ها نتوما راه نقيه هذه، راه ما فيهاش حاجه بحال كتنقي القمح. المهم عندنا زلافه، عندنا سطروط الحليب عادي ما فيهاش شي حاجه، شويه ديال الزيت وشويه ديال الملح. غادي نمشيو غادي نردو قدره، او نديروها في الماء بارد، ماشي الا بغيتوها ديروها في الماء بارد. غادي طيب لكم، نديرو غير الماء بارد من الروبيني، وكديو الا بغيتو تردو الماء طيب في الماء طيب ماشي مشكل. ها نتوما غادي ندير قياس الكميه اللي غادي ندير، تقريبا جوج الكيسان عامرين اللي درت. غادي نحرك، ما فيهاش حاجه كثيره. انا دابا كاين الناس اللي غادي يقول لك واه لي راه درتي غير الحريره، ماشي مشكل كلشي كيعرفها. كاين الناس اللي ما كيعرفوش، كاين الناس اللي ما كيعرفوش يطيبوها، ماشي كلشي الناس كيعرفو. كاين الناس اللي كتجيهم ثقيله، كاين الناس اللي كيكثروا. مهم خصو الماء يكون غالب على الشيشه، الماء يكون غالب على الشيشه. بحال هكا كتبان لك ديك الرغوه طالعه، ديري شويه ديال الزيت، غير شويه ديال الزيت اللي غنديرو في الماء، وغنضيفو شويه ديال المليحه وغنخليوها طيب. ملي طيب لينا مزيان الشيشه طيب، وغادي تبان لك كتعقد، راه غادي الشيشه دغيا كتعقد. غادي نضيفو عليها سطرة الحليب وشويه معلقه ديال الزبده، ولا بغيتي تضيفي شويه ديال النافع باش تنسمي هاد الحريره ضيفيه. كيقد ممكن لك تنسميها بنافع، تنسميها بحلبه، باش ما بغيتي انت تنسميها راه غادي تنسميها. بغيتي فقط مذاق الحليب غادي نديرو غير الحليب، صافي راه كتجي رائعه. هادي راه زوينه 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 بالنسبه للناس اللي كضروا المعده وداكشي، راه خفيفه هاد الحريره. نتمنى انكم تجربوها. غادي نستناو واحد تطيب لينا وغنوريكم كيفاش غنديروا ليها الحليب وكيفاش تاتجي. وشكرا. هانتوما كيف تشوفوا الشيشه ديالنا، ها هي طابت دروكا، هانتوما راه هي تقالت. ديك الشيشه اللي ردرنا في الاول درناها في الماء بارد، ها هي تقالت. دابا غادي نزيدو فيها الحليب،
غادي نجيبوا الكميه ديال الحليب اللي عندكم ديروها فيها، اما ديروا الحليب غبره اما الحليب فقط ديال الباكي. انا غندير الحليب ديال العلبه، هانتوما السترو كامل غادي نديرو باش يجيكم زوينه، خصكم تكثروا فيها الحليب بحال هكا. غادي نخلي هذاك الحليب يغلى ليا شويه، وغادي نضيف شويه ديال الزعتر الا بغيتو نتوما ضيفوه اختياري، انا غادي نضيف فيها شويه ديال الزعتر. صافي هادشي اللي كاين، نتمنى انكم تجربوها، راه كتجي زوينه هانتوما، راه خاطره هاد الحله ديال التشعير، الشيشه ديال التشعير راه كتجي رائعه وكتجي خاطره بلا ما تزيدوا فيها لا دقيق لا والو، غير الشيشه هادي بوحدها بحال هكا. غادي نخليها حتى تطبخ ليا هي شويه هاد الحليب يطبخ ليا شويه في الحريره في الشوربه او الحريره، نتوما حنا كنقولوا الحريره، والدول الاخرى كيقولوا الشوربه بيضاء. هادي بالشيشه دابا غادي نخليوها حتى تغلى لينا، صافي غادي توجد لينا، راه طايبه. صافي هانتوما القياس ديال المجموعه، ما تحتاج لا دقيق لا والو، هاد الشيشه غير في الاول كتبان خفيفه، في الاخر كتبقى كتطبخ وكتجمع هي بوحدها، كتبقى كتطبخ وكتزيدي فيها الماء، الا لقيتيها ناقصه من الماء راه كتزيدي الماء، كتزيدي الكميه ديال الماء فاش غادي تطيب، لاقاش هي راه كتنفخ وراه كتجي غزاله 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 هاد الحريره. نتمنى انكم جربوها في الايامات العاديه اللي خرج سيدنا رمضان، نتمنى انكم ديروها لوليداتكم، راه زوينه ورائعه لا في الشتوى ولا في الصيف، راه كتجي زوينه في الصباح في الفطور وصافي، ملي طيب لينا نقدموها لكم نوريها لكم كيف جات.